حقيقة خيانة مشهورة سناب شات ملكة كابلي من زوجها رجل الأعمال أحمد سالم. تصدر هاشتاغ ملكة كابلي قبل قليل الترند على موقع التواصل الاجتماعي تويتر بعدما بثت خبيرة التجميل ملكة كابلي مقاطع أغاني عن الخيانة عبر حسابها على سناب شات، جعلت الكثيرين يعتقدون أنها تعرضت للخيانة من زوجها. ونشرت ملكة عبر حسابها على تطبيق سناب شات مقطع فيديو وعلقت قائلة: الغشاش والكذاب يسوي فضل لو غاب. فيما نشر زوجها الكويتي أحمد سالم عبر حسابه على تطبيق سناب شات صورة جديدة وكأنه يسافر، وعلق عليها قائلا: اللي ما بعدك راس مالك لا تعد رفيج. ونشرت ملكة مقطعا جديد وعلقت فيه قائلة: ليتني لم أخبر أحدا عنك لتبقى الخيانة بيني وبينك. أثارت المقاطع والتعليقات التي نشرتها ملكة حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حول الخداع الذي تعرضت له من زوجها، مؤكدين أنه قد خانها مع بعض النساء. وقال مغرد: ملكة كابلي، والله يا أحمد لو طلعت خاين. ملكة يا ويلك، أبك حدك عنده هزين كله ويخونه أو يزعله؟ هذه لو عندي أكلها أكل صناعة وجمال وكشخة كاملة والكمال لله ما شاء الله. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.